في المسابقة الدولية للقرآن الكريم اختار هذا الشاب المعجزة تقليد قارئ الملوك والرؤساء القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وكان آخر المشتركين في هذه المسابقة وأول من صعدوا للتصفيات النهائية للمسابقة. هيا بنا نستمع إلى تلاوته. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق يخرج من يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع